بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الاسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة راس الكفر قرن الشيطان. والكلام كان في جهات الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ وكان الكلام في هذه الجهة تحت امور الامر الاول والامر الثاني والامر الثالث. ونحن الان في الامر الثالث قلنا نطلع على بعض ما يتعلق بالملك الناصر صلاح الدين الايوبي وكان الكلام في موارد ووصلنا الى المورد الخامس عشر في هذا المورد نفس المصدر الكامل الجزء التاسع في صفحه 447 ثم دخلت سنه 76 و500 سنه 576 هجري قال ابن الاثير ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج ارسلان يقول في هذه السنه سار صلاح الدين يوسف بن ايوب من الشام الى بلاد قلج ارسلان ليحاربه وسبب ذلك في خطوات نذكر الكلام اليف ان نور الدين محمد صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر كان قد تزوج هذه ديار بكر يعني احد يعني احدى المحافظات او المناطق او الولايات الان التي هي تابعه الى تركيا كان قد تزوج هذا نور الدين صاحب حصن كيفا قد تزوج ابنه قلج ارسلان المذكور وبقيت عنده مده خطوة أخرى يقول ثم إنه من هذا؟ هذا السلطان الملك الأمير ولي الأمر الخليفة الحاكم الإمام نور الدين محمد صاحب حصن كيف؟ يقول ثم أحب مغنية فتزوجها ومال إليها وحكمت في بلاده وخزائنه وأعرض عن ابنة قلج أرسلان وتركها نسيا منسيا فبلغ أباها قلج الخبر فعزم على قصد نور الدين وأخذ بلاده قصد نور الدين من نور الدين هذا؟ نور الدين صاحب حصن كيف صاحب حصني كيفا يقول فعزم هذا قلج عزم على قصد نور الدين وأخذ بلاده الخطوة دال فارسل نور الدين والكلام كله لابن الاثير يقول فارسل نور الدين الى صلاح الدين يستجير به هذا نور الدين العاشق الذي تزوج بالمغنيه ارسل الى صلاح الدين فارسل نور الدين الى صلاح الدين يستجير به ويساله ويساله كف يد قلج ارسلان عنه فارسل صلاح الدين الى قلج ارسلان في المعنى خطوه اخرى يقول ابن الاثير فأعاد الجواب اي قلج اجاب فأعاد الجواب انني اي قلج يقول انني كنت قد سلمت الى نور الدين عده حصون مجاوره بلاده لما تزوج ابنتي فحيث آل الامر وحيث آل الامر الى ما تعلمه فأنا اريد ان يعيد الي ما اخذه مني وترددت الرسل بينهما فلم يستقر حال فيها فهادن صلاح الدين الفرنج وسار في عساكره وسار على تل باشره الى رعبان فاتاه بها نور الدين محمد واقام عنده. هنا عندي تعليقان التعليق الاول لاحظ قضية شخصية، قضية زواج، قضية امرأة، قضية خلاف عائلي، شخصي، مناطقي، مصلحي، نفعي، غرامي بأي تعبير من التعبيرات. ماذا فعل صلاح الدين؟ لاحظ استجاب لطلب هذا العاشق نور الدين فهادن الفرنج. التفت جيدا هذا للفرنج وذهب إلى تلك البلاد استجابة لطلب نور الدين هذا التعليق الأول التعليق الثاني في التعليق الثاني أقول حذفت التعليق من هنا لأني لم أجد أفضل مما قاله الأمير الذي أرسله قلج وسيأتي كلامه خطوة أخرى يقول زاي يقول ابن الأثير فلما سمع قلج أرسلان بقربه فلما سمع قلج بقربه بقرب صلاح الدين فلما سمع قلج بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده ويقول له إن هذا الرجل فعل مع ابنتي كذا ولا بد من قصد بلاده وتعريفه محل نفسه فلما وصل الرسول واجتمع بصلاح الدين وأدى الرسالة امتعض صلاح الدين لذلك واغتاظ وقال للرسول قل لصاحبك والله الذي لا إله إلا هو لئن لم يرجع لأسيرن إلى ملطية وبيني وبينها يومان لأسيرن قال والله الذي لا إله لا إلا هو لئن لم يرجع لأن لم يرجع قلاج لا يسيرن إلى ملطية وبيني وبينها يومان ولا أنزل عن فرسي لا يسيرن إلى ملطية وبيني وبينها يومان ولا أنزل عن فرسي إلا في البلد ثم أقصد جميع بلاده وأخذها منه ما شاء الله على هذه العقول وعلى هذه الحكمه عند السلاطين والخلفاء واولياء الامور المتسلطين على البلاد الاسلاميه